بالنسبة للبنات اللي عندهم مشكل الإسوداد، البقع الداكنة في عدة مناطق في الجسم، تبعوا معايا حتى الأخر راني لقيت لكم الحل. نطول عليكم، ندخلوا ديراكتومون في المفيد. النيلة الزرقاء من عند لامارك ميناتشور هي الحل لجميع التصبغات والبقع الداكنة الموجودة في الجسم. كما سبق وقلت لكم، ميناتشور هي ماركة جزائرية، المنتوجات ديالها طبيعية 100%. راهي دايرة ضجة كبيرة مؤخرا بمنتوجاتها الفعالة، تقدروا تدخلوا لاباج ديالهم تشوفوا في ستوري على اون، يا بوكو دو روتور بوزيتيف على لي برودوي ديالهم. فالبنات نوصيكم من دوك قبل ما نروحوا لطريقة الاستعمال، باش تلقاو ريزولت على اي منتوج تستعملوه لازم المداومة، المداومة ثم المداومة، هكا تلقاو ان ريزولتا بزاف. بفضل الماسك تاع النيلة الزرقاء تتهناي من المناطق الداكنة اللي كاينة في الجسم ديالك واللي سببت لك احراج كبير. تو اذا قريب عرسك وراهي تلفت لك وراكي حابة وصفة للتبييض، اي سورتو كي خلاص الصيف بالك مازالو عندك لي تراس تاع الخمار. الزرقاء راح تساعدك باش تعاودي تسترجعي الثقة اللي راحت لك في نفسك بهذوك المناطق الداكنة اللي كل ما تشوفيهم يهبط لك المورال. ديري في بالك بلي هاد الماسك تاع النيلة الزرقاء ما راهش حيضرك، لاني كيما سبقت وقلت لكم لا مارك ميناتور لي برودوي تاعها ناتورال 100%، يعني ماهوش حيضركم كامل، وباذن الله راح يفيدكم وتلقاو نتيجه كي تستعملوهم. تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة، ترطيب البشرة والحصول على ملمس ناعم، مضادة للتجاعيد، تعمل على تنعيم المناطق الخشنة، تخلص من آثار الشمس، التخلص من الرؤوس السوداء والدهون الزائدة. وي وي سيدتي، هادو كاع فوائد استعمال النيلة الزرقاء. الوغ واش راكو تسناو باش تجربوا لي هاد المنتوج السحري من عند ماركة ميناتشو؟ الحل الأمثل لجميع مشاكلكم، جربوها وما راحش تندموا كاع عليها. بيزو على بروشين.